من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق محمد الغزالي. تائب تجري دموعي ندما تائب تجري دموعي ندما يا لقلبي بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد دع القلق وابدأ الحياة. في هذه الحلقات يا سادة سنعقد مقارنة بين تعاليم الإسلام كما وصلت إلينا وبين أصدق وأنظف ما وصلت إليه حضارة الغرب في أدب النفوس. أيها الإخوة الأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: لقد قرأت كتاب دع القلق وابدأ الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فعزمت فور انتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية. فضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. احكي لنا قصة كتاب جدد حياتك، وما هي الخطة التي اتبعتموها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان لي صديق أوتي بسطة في العلم وعلاقة حسنة بالله سبحانه وتعالى، قال لي يوما: هل قرأت كتاب دع القلق وابدأ الحياة الذي ألفه ديل كارنيجي؟ قلت له: لا. قال: أرجو أن تقرأه وأن تذكر لي رأيك فيما انتهى إليه من أحكام ونصائح، وأنا بحاجة إلى أن يصلني هذا في أقرب فرصة. فقرأت الكتاب،
ثم عدت إليه وأنا أقول له: انتهيت من قراءة الكتاب على عجل، لأن الكتاب راقني موضوعه وتجاوب مع نفسي وجهد العلم في التقريب بين العقل والنقل. ولو أن مؤلف الكتاب كان مسلما أو اطلع على الثقافة الإسلامية لوجد في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي تراث المربين العرب ما يجعله ينقل الكثير إلى جانب ما سجل في كتابه، ولكن نحن محتاجون إلى أن نعرف هذا وأن نستدرك ما فات الرجل، وأن نؤكد للناس أن وحي الفطرة ووحي السماء أو أن المنقول عندنا والمعقول عندهم شيء واحد. وأنا في هذا الجهد لست مخترعا، الحقيقة أن علماء الإسلام في الشرق وفي الغرب أخذوا هذه الوجهة وانطلقوا إليها. فابن تيمية يؤلف كتابه درء تناقض العقل والنقل، أو بتعبير آخر يقول: يستحيل أن يختلف العقل الصريح مع النقل الصحيح، لأن كلاهما ينطلق من مشكاة واحدة. هذا كلام ابن تيمية في الشرق في القرن السابع. في مثل هذه الأيام من أيام ابن تيمية كان هناك فيلسوف أندلسي اسمه ابن طفيل، ألف كتابه حي بن يقظان، وهو كتاب جيد وصف فيه حياة إنسان ولد وحيدا في جزيرة معزولة، ثم بدأ وهو طفل ينمو ويتطور في مراحل الشباب ويفكر: من خالق هذا الكون؟ ما صفاته؟ ماذا وضع لعباده من تعاليم؟ فكان استنتاجه من منطق العقل الذي هدي به في جزيرة معزولة موافقا لمنطق الفطرة الإسلامية. إلا أن الفطرة الإسلامية يجب أولا أن نعرف الفطرة. يقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبيعة الإنسان، سجاياه، فكره الراشد، اتجاهه السليم الذي لا عيب فيه. يقول الله في حديثه القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فطروا عليه، الفطرة سليمة، ونحن عندما نتبع الفطرة لن نعبد إلا إلها واحدا ولن ندعو إلا ربا واحدا ولن نخشى ونرجو إلا ربا واحدا. إذن الفطرة هي الأساس. لكن هناك كلمة عجبتني: الناس رجلان، رجل نام في النور ورجل استيقظ في الظلام. أما الذي نام في النور فهو الجيل الإسلامي المعاصر والذي قبله بقرون ربما،
فإنه في فطرة الله التي انتشرت أشعتها انتشار الشمس في الضحى ناموا، بينما تحرك الغرب مع عصر الإحياء العلمي وبدأ يفكر ويستنتج ويكتشف من أسرار الطبيعة ومن قوى الكون ما جعله العالم الأول، وبقينا نحن العالم الثالث. هذا ما كان ينبغي لو أننا أنصفنا آيات الفطرة التي تدوي بين ظهرانينا في الوقت الذي عاش فيه هؤلاء الناس يبحثون عن الفطرة في صحائفهم فلا يجدونها وينقبون عنها، فإذا هم يكتبون كما كتب ديل كارنيجي دع القلق وابدع الحياة في تصوير العلاقات الإنسانية الصحيحة، وكما كتب غيره من علماء الكون والحياة يستدلون على آيات، يستدلون بآيات الله على وجود الله سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كما نطقت آيات الوحي بالدلالة على الله لافتة النظر إلى كتاب الكون الخالد الذي نعيش بين أرضه وسمائه ونطالع صفحاته في أسرار الكون وفي آياته الكثيرة. كذلك انطلق ديل كارنيجي وغيره من علماء العلاقات الإنسانية واستطاعوا أن يكتبوا لنا هذه الكتب. قرأتها وقلت سأرد هذه المعلومات إلى مصدرها الأصلي عندنا، فألفت كتاب جدد حياتك، وقصدت بهذا وأنا كاتب إسلامي قبل كل شيء أن أعرض الإسلام بطريقتين. الطريقة الأولى تعتمد على نصوص الكتاب والسنة وآيات التراث العربي والإسلامي، والطريقة الثانية ما نقلته عن ديل كارنيجي من شواهد وقرائن وأدلة ساقها الرجل من جهده ومن عمله العقل الدؤوب في محيط البيئة الغربية التي عاش فيها، وكان الطريقان معا أو كانت الطريقتان معا أساسا لأن نعرف حقيقة الفطرة وحقيقة الوحي وأن نلقي أضواء كاشفة على تعاليم الإسلام، وهذا ما قدمته في كتابي جدد حياتك. إنني في هذا الكتاب شرحت الإسلام بأدلة الغرب التي ذكرها واطمأن إليها، ولم أجد في الرجل إلا أخطاء تافهة لا وزن لها، وهو في جملة ما ذكر وأثبت كان قريبا من الصواب أو كان صادقا في النتائج التي بلغها بالعرق والجهد والدمع. إنه باحث بذل جهده المشكور في معرفة الحقائق التي نحتاج إليه نحن المسلمين إليها لنكتشف بها ديننا ولنعرف ما وصل إليه الآخرون مما يصدق هذا الدين ويدل على أنه فطرة الله في الأنفس وفي الآفاق. بارك الله فيكم. الحقيقة كتاب جدد حياتك كتاب جديد في نوعه، وكتاب يلتقي مع أحدث ما وصلت إليه الأفكار الأوروبية والأمريكية الاتفاق معها من خلال تأصيلها تأصيلا إسلاميا. يعني كتاب جدد حياتك تعقيب وتعليق وإتمام لكتاب دع القلق وابدأ الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي.
نريد أن نقول للسادة المشاهدين، عندما سئل توماس كارليل أقرأت أدب النفس لأرسطو؟ قال لا، ولكني قرأت أدب النفوس لمحمد بن عبد الله. وعندما سئل وكيف، قال لأن أدب النفس لأرسطو لم يصنع شيئا، ولكن أدب النفوس لمحمد بن عبد الله بنى أمة وطيدة الأركان، شامخة البنيان سطع نورها على العالم كله. نريد أن نقول لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، يقول العلماء جميعا شرقا وغربا إن صناعة الحضارة المادية بعظمتها وقوتها أيسر بكثير من صناعة النفوس السوية والفطر السليمة، فكيف يمكن إصلاح النفوس وردها إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ هذا كلام صحيح، فإن إنشاء مصنع للطيارات أو للسيارات أو لإنتاج سلع مادية صغيرة وكبيرة أمر سهل، لكن الأمر الصعب هو كيف نصنع نفوسا سوية وقلوبا تنتقل من العمى إلى الهدى، وفكرا يتطور من الغباء إلى الذكاء، كيف نصنع هذا؟ هذا هو البناء الإنساني الذي يحتاج إلى جهد لا يقدر عليه إلا أصحاب الرسالات السماوية ومن في أقدامهم من الهداة والمصلحين. وأذكر أن شابا تائها كنت أمشي معه أو كان يمشي معي، فنظر إلى مسجد ضخم عملاق، قال لي ببلاهة: أما كان الأولى بناء مصنع ضخم ينتج الخير للأمة بدل هذا البناء؟ قلت له: ويحك، هذا مصنع للنفوس، هنا تجيء العقول صفرا ثم تخرج أرقاما ضخمة. لقد بدأ بهذا صاحب الرسالة محمد بن عبد الله عندما أخذ يقتاد الناس إلى المساجد من السحر من الفجر، سحابة النهار وأوائل الليل، وهو يعلمهم ويربيهم، حتى وجدنا بدويا كربع ابن عامر يخط برمحه على بساط كسرى وكأنه لا يعرف لهذا الاستجاد قيمة. فقال له رستم يستجهله ويمتحنه: ما الذي جاء بكم هنا؟ فإذا بربع البدوي يقول له: جئنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد، جئنا نخرج الناس من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام. إن الشعب العربي الذي كان يشتغل حمال بضائع بين آسيا من ناحية وأوروبا من ناحية أخرى، استطاع الإسلام أن يحوله إلى حامل حضارة يخرج بها الحي من الميت، ويخرج الناس بها من الظلمات إلى النور. من صانع هذه النفوس التي تقدم ولا تحجم، والتي تفعل ولا تنفعل؟ إن المسجد هو الذي صنعها، والأذان الذي ينبعث منه الله أكبر الله أكبر هو الذي قاد هذه الحضارة. ويبدأ الإسلام يوم المسلم بيقظة في السحر يقال له فيها: إن الله يستمع إليك، فاطلب منه، ادعو. الله يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أي صفحة بيضاء يبدأ المسلم بها نهاره
ويمضي في عمله بعد هذه البداية المصاهرة الكريمة؟ هذا من الناحية النفسية. أما من الناحية العامة فسرعان ما تحول الجامع إلى جامعة يدرس فيها الفقه والتشريع والحقوق والواجبات، ونرى الفقه الإسلامي في عصره الأول يدرس الضرائب في الخراج الذي ألفه أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، ويدرس العلاقات الدولية كما وضعها الإمام محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني لابن حنيفة. إن حضارة تكونت تجعل العلاقات الإنسانية والدولية تسير كما يسير الماء بين شاطئين في نهر ينطلق إلى غايته ولا يتوقف أبدا. هذه هي الحضارة الإسلامية التي صنعها الإسلام، بدءا من صناعة النفس التي ترتبط بالله ربها ومولاها، بدءا من صناعة النفس التي تركع وتسجد وتعلم أن الحياة لا وزن لها لو أن الإنسان ملك المدائن والقرى ولم يملك نفسه ولم يملك إرادته ولم يملك ما يجعله يجثو بين يدي ربه داعيا مناجيا سائلا ضارعا يرجو رحمته ويخشى عذابه. هذه الحياة التي يحترمها الإسلام، ولذلك سماها حيوان، سماها حياة صحيحة. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: ومن ثم نرى ضرورة العمل الدائم لتنظيم النفس وإحكام الرقابة عليها، والله عز وجل يهيب بالبشر قبيل كل صباح أن يجددوا حياتهم مع كل نهار مقبل. فضيلة الشيخ، كيف نجدد حياتنا مع كل نهار مقبل؟ تجديد الحياة المقصود به العودة بها إلى فطرتها السليمة. يقع أن الإنسان يرتدي ملابسه، فإذا بقيت عليه يوما أو يومين احتاج إلى تجديدها، بمعنى لبس ملابس أخرى أنظف وأجمل حتى يمكن أن يستأنف حياته إنسانا كريما. في حياتنا العادية أحيانا نرى البيوت في الصباح تحتاج إلى كنس ورش وإزالة الغبار عن الأثاث المبعثر هنا وهناك وإعادة تنظيمه من جديد. هل النفس الإنسانية أقل منزلة من هذه الأمور التي ضربناها أمثلة لضرورة التغيير؟ في احتكاك الإنسان مع الحياة محتاج دائما إلى أن يجدد نفسه. في مكتبي أحيانا أراجع أوراقي، بعض الأوراق انتهى الغرض منها فتمزق وتهمل وترمى في سلة المهملات، بعض الأوراق أحفظها أو أحتاج إلى أن أصونها لأنها تنفعني مستقبلا. كذلك النفس الإنسانية، وكلمة التوبة هي في الحقيقة معنى تجديد النفس، معنى أن أعود بها إلى طاقتها التي تستأنف بها المسيرة إلى الكمال الذي تنشده، وهذه الطاقة متاحة للإنسان دائما، ولكن الإنسان عنده قدرة غريبة على التسويف.
ورغبة في أن يرجئ ما يمكن أن يفعله الآن ليقول أفعله مستقبلا، وهذا خطأ. الإنسان يستطيع فورا أن يبدأ حياة مع الله ومشروعا يتمه وينجح فيه ويصل به إلى خير الدنيا والآخرة. وده معنى الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أحيانا يكون الإنسان شديد الإسراف على نفسه، وربما جعله هذا ييأس من أن يكون شخصا خيرا، واليأس من أن يكون الإنسان خيرا قاتل للحاضر والمستقبل معا. ولقتل هذا اليأس نوى حديثا قدسيا رقيقا يقول للإنسان: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. هذا الأمل المنعش أو هذا الرجاء الذي يسوقه القدر إلى الناس، لماذا؟ حتى يستطيع أن يجددوا حياتهم في كل لحظة دون يأس، في كل لحظة دون يأس. هذا التجديد هو المطلوب. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب في ثوب جيد فقال له: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال: بل غسيل. فقال له: البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا. وتقبل الله هذه الدعوات من نبيه لعمر بن الخطاب، تقبلها كلها. فنحن عندما نجدد حياتنا، أي ما أصبنا به من قذن ننحيه ونبتعد عنه، نجدد حياتنا. ما أصابنا من خمول ندوسه وننشط لاقتحام مستقبلنا، ما نسيناه نتذكره. هذا هو تجديد الحياة كما نفهمه، وهو أيضا تجديد الإسلام. معنى تجديد الإسلام أن يعود إلى فطرته الأولى وإلى وجهته الصحيحة وإلى قدرته على إحياء النفوس والشعوب. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وعلمنا من هذا اللقاء كيف نجدد الحياة، وتجديد الحياة يأتي بالتوبة. وخير ما نختتم به لقاء اليوم هذا الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة: إن العاصي إذا بكى من ذنوبه واعترف بعيوبه عند سيده ومحبوبه وقال: يا إلهي أنا أسأت، فيقول الله تعالى: وأنا سترت، فيقول: يا إلهي أنا ندمت، فيقول الله تعالى: وأنا علمت، فيقول: يا إلهي أنا رجعت، فيقول الله تعالى: وأنا قبلت. أيها العاصي، إذا تبت إلينا ثم نقضت فارجع إلينا ثانية، فإذا نقضت ثانية فلا يمنعك الحياء أن ترجع إلينا ثالثة، فأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الجواد الذي لا أبخل. من ذا الذي وقف على بابنا فطردناه؟ من ذا الذي طلب منا فما أعطيناه؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب. يا عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي، ولذ بحضرة جنابي أسقك من لذيذ شرابي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.